السلام عليكم دزير بوي بيج رياكشن، رجعنا لكم الاولاد برياكسيون جديده كالعاده والعواد من سيري اي ان اي والكاسترو متواصله الاولاد مع بعضنا كالعاده والعواد مادامكم انتم موجودين انا راني ديما موجود اي ان اي الكاسترو لوج علاش تيتر عنده 7 سنين هبط في الزيت زيت هاش 5 الشين اللي كانوا يخدموا فيها وقت اللي كانوا في الزمره الاولاد تيتر جايب 6.5 مليون فيو ما شاء الله تسمى حاجه باهيه بالكدي ليتس جو ونشوفوا شنو الفوضى مع بعضنا بيان سور باختياركم انتوما اللي تبطوه واحنا اللي نفذناه الاولاد ما دام ما فماش جديد راه ديما فما القديم تهني وبيج رياكشن راه ما يغيبش عليكم حتى نهار كان في ظروف اما راه كي يرجع لكم بقوه فهمتني ولا ليتس جو ونشوفوا شنو الفوضى مع بعضنا نفهموا العمليه بالكدي 4 دقائق محسوب 5 دقائق كليب اوفيسيال الاولاد دونك فما الفوضى فهمتني ولا دونك ليتس جو نشوفوا شنو الفوضى مع بعضنا يلا تبوش بلاش تعلم كوش في كريش اوكي برا لوج علاش برا تلت عوش كيفاش قال لي لوج ملقاش قاش والمروج مبطاش مبطاش برا لوج علاش تلت عوش كيفاش كيفاش برا لوج علاش تلت عوش كيفاش برا لوج علاش تلت عوش كيفاش برا لوج علاش تلت عوش كيفاش اوكي برا لوج علاش اوكي تلت عوش كيفاش لحظه الاولاد لحظه الاولاد نجم نقول لكم اللي فما فوضى ماهيش عاديه تستنى صاحبي برجوليه عندي ثقه الاولاد فيكم باختياراتكم اما فرد الوقت عندي ثقه فهمتني ولا في وذني ونعرف ايش قاعد نسمع وخاصه كحمى غراب فهمتني ولا الكاسترو يدخل لك دخله هكا واي لا يعطيك كعبه ياه وباش يبدا فهمتني ولا يتفنن دونك بالرسمي فما فوضى ماهيش عاديه الاولاد والله جيت في كولد لايف وكولد ويذر نخدم مخي الغدوة نكون كليفر تالي نوخر خطوة ذاتس نيفر جيت مخر قدوة تالي نوخر خطوة ذاتس نيفر عمرها ما باش تصير منش واخر تالي ديما قدوة ويذر نخدم مخي الغدوة نكون كليفر تالي نوخر خطوة ذاتس نيفر جيت مخر قدوة سمعت ليفل بريحة تبخر هكا طلعت سافل طحنوا في عيني كارك رخص علاش تتقبع حاس مع صارف بوس من كلامك باين فرخ تبص ما جبتش السوم ما عشتش محروم تنيك النوم وتقى نهارك خلص خديك التحصيل اللي حكيته تمثيل لنا مستحيل العرك يقص ضرب وغرز على طرف وفلوس ما تعيشش ذليل جيب المستطيل ولمك يقص ليكم القانون شي نص تشكون اللي عطانا كي حكا تركب شارع قرانا اللي مش في الكتب نعيش ولا حما واحضب نيكو في شارع قرانا اللي مش في كتب صاحبي وبالرسمي كانوا غانغستر الاولاد كانوا عايشين فهمتني ولا عايش لحوم صاحبك اللي كيما نعرف انا الحاجه هذيك تقعد لك راه وتقعد لك حتى كي تكبر فهمت وتستفيد منها في برشا حاجات انك تقعد حياتك كله بمخ الحوم العربي وهذيك تنفعك صاحبي كي تنفعك صاحبي كي تحط في برشا مواقف راهي باش تنفعك الاولاد مع عبيد مش تكذب عبيد توري فيك فاش عايشه فهمت كيفاش نعرفوا برشا رابوريتك اللي يحب يلعبها هكاك ما يجمش عرفت كيفاش صاحبي اللي عطانا كي حكا تركب شارع قرانا اللي مش في الكتب نعيش ولا حما واحضب نيكو في يوم الطحانه اللي تصب ثق وما تحكيش معانا عن الحب بلي ثق وما تحكيش معانا على الحب ثق وما تحكيش معانا على الحب حطيت البنانة في نقب وما نكسرش بنيات وما نفسرش حكايات وبرا لوج علاش برا تحب تبوش بلاش تعلم كوش في كريش تعلم برا لوج علاش برا قلت عوش كيفاش اللي لوج ملقاش والمروج مبطاش برا لوج علاش قلت عوش كيفاش برا لوج علاش قلت عوش كيفاش برا لوج علاش قلت عوش كيفاش برا لوج علاش تلت عوش كيفاش برا لوج علاش تلت عوش كيفاش تحب تتزوج عياش برا دوش بالماش لقاء الفوج والحناش كيف وطاحو بحشاش شوع روحو بعد ما كلاش شباب بتحينك وتهضم في الذل رهبة روحك بيهم بفلاش شباب بتحينك وتهضم في الذل برا دوش بالماش لقاء الفوج والحناش كيف وطاحو بحشاش شوع روحو بعد ما كلاش شباب بتحينك وتهضم في الذل رهبة روحك بيهم بفلاش بمعجن وما يرويك استل شبيك موم الفعل وجمل بكلامح والفعم الرقصي حطوا الكل شايح يتبل بازخ فقلول وبلاش ضمير بتنيح باللي مخي يدخل عصفوري طول شباك صغير نكمر الحكمي على الكل مش منزوح على جبد التغيير يجي اشوف القلوب لقسات كل يوم نعيش في مأساة من الهم البس نقياسات وديما ما تشوفش نكسات
من الهم لبسنا قياسات وما تشوفش نكسات صاحبي صاحبي ملالوغة صاحبي بالرسبي بطلوغة من عيشة مأساة من الهم لبسنا قياسات وديما ما تشوفش نكسات حبرك حتى الكورة تخسات خاطر عنده ايفون وكيسات يزوف جولة في الفلوكة وربط صبر امه بمرسات وارميه في البحر علاش لقبر في الكوش حطه حطان في الناس تحب الخضان احكمها الفاسد والجيعان في الفلوس طايح حمبان حتى ورابي نيكنيكين توا نعيش في تو في الفلوس طايح حمبان حتى وكان رابي نيكنيكين يعني حتى وكان رابي مش عادي في الفلوس بالزبط طايح حمبان باش تفهم العباد اللي بوقفتش العباد قعدت كل يوم القدام ما حشتي ما وصلت لمرحله معينه كلي عارفه الفلوس ماهيش باش تجي دونك ما عادش حشتي بالفلوس لين الفلوس جات فهمت كيف لازمك توصل لمرحله معينه من ناحيتك هكاك صاحبي تعمل في حاجه تحبها في الفلوس طايح حمبان حتى ورابي نيكنيكين توا نعيش في تونس مع الشعب الزوالي الطحان روج فاز برنتاج في لساني نخرج رشاش برا شوف لي عوج مركش خاطر روج فاصبر انتاج في لساني نخرج في رشاش صح روج فاصبر انتاج في لساني نخرج رشاش برا شوف لي عوج مركش خاطرني وحدي نعوض 11 تحب تقول لي جيت من وقتاش نجم تسمع وتسكر فمك خاطر عادي للهيب هوب اكثر ما تهبوك لامك نقري خطر عاتي للهيب هوب اكثر من اللي اعطاه بوك لامك صعب خطر عاتي للهيب هوب اكثر من اللي اعطاه بوك لامك صعب خطر عاتي للهيب هوب اكثر من اللي اعطاه بوك لامك صعب كولد كولد وليد والله ونوريك حماسة اللي تسمع فيك سارق ما فاقوش يبيك استنى تركز نفرح بيك معايا شريك بردي ليك ما بدلتش الجمعية نفكر فيك ونسيك نحشيهولك مش مزيات يجيتو ببزي نفكر فيك مش نسيك نحشيهولك ومش مزية مش مزية تعرف مش مزية ايه نفكر فيك ونسيك نحشيهولك مش مزية تيجيتو ببز يا منيكي تخشو في المتفرجين ناس لي تسمع فيك وفيا تباعة ومش فاهمين لحنا فحو من ضاربين مش على اليوتيوب يا هيشة نيكم مسولت والناس لي ماشي في بالها عايشة تحب تبوش بلاش تعلم تكوش في كلاش برا لوج علاش تلت عوج كيفاش كلي لوج ملقاش والمروج مبقاش برا لوج علاش تلت عوج كيفاش برا لوج علاش تلت عوج كيفاش برا لوج علاش تلت عوج كيفاش برا لوج علاش تفرج الجموع على موتور صاحبي بيعتها بلفت عاملة جو صاحبي مش تفهم العبيد راي عاشت في الحوم وراي عاشت وفخورة بروحها فهمت كيفاش كي تربريزنتي تربريزنتي على قاعدة صحيحة خطر حتى وكان بريود هم وبريود مشاكل وبريود سخط ما تتخيلوش صاحبي من فرد الوقت فما عشرة فما جو فما عبيد صحاح فما أخوة فهمت كيفاش صاحبي دونك مش تفهم العملية الأولاد صحيح فما برشا ظروف خايبه ما ديما تلقى فما ظروف محليه هيك هما فيش ركزوا هيك باش تذكروا الحوم نتاعهم صاحبي وهيك علاش قعدوا ريبريزونتيو فيها بقيه العمر فهمت كيفاش الاولاد برشا عباد نعرفوهم من ساو حومتهم فهمت برشا برشا صح مره محسن برشا انا تحتي وكان حشيتو ما بصحتي ربي حاسبني وحدي ونكسك امك انتي ومصلحتي ما حشتيش بتحنا تحتي كان حشيت وما بصحتي ربي حاسبني وحدي ونكسك امك انتي ومصلحتي نكسك امك انتي ومصلحتي انتي ومصلحتي انتي ومصلحتي ما حشتيش امسح بالتعليق فضي طريق راك ماكش صديق شدك فوف وفيق مش تلفيق نيك المش تدفيق امسح بالتعليق فضي طريق راك ماكش صديق شدك فوف وفيق مش تلفيق نيك المش تدفيق امسح بالتعليق فضي طريق راك ماكش صديق شدك فوف وفيق مش تلفيق نيك المش تدفيق وهكا نكونوا كملنا الكسترو اي لي لوج علاش تي تهبط عنده 7 سنين ولاد ذكرك اللي بالرسمي لازمك تلوج علاش وتلوج كيفاش الديو هذا يا صاحبي اي لي وشريكو والا الكسترو وشريكو رام بالرسمي بوردي ليك صاحبي راهو كانوا فوضى ماهيش عاديه والتو مازالوا 10 طوالت الاولاد وقعدت فهمتني ولا باحترام كل واحد شاف طريقه هذيك البزنس وهيك الحياه وهيك النضج اما هذا ما يمنعش
لو واحد فيهم سمعته نهار كلاش الاخر، لو واحد فيهم سمعته سب الاخر، باش تفهم اللي بالرسمي عبيد راي في يعني عشرتها وعبيد معرفتها وصحبتها راي فاتت الراب وفاتت الشهرة اللي هما فيهم تو. عبيد بالرسمي يعني شافوا الويل من صغار مع بعضهم، فهمت العملية كيفاش؟ عبيد تربيت مع بعضها كبرت مع بعضها، دونك بالرسمي ما تبدلهم شيء، لا تبدلهم فلوس لا تبدلهم شهرة لا تبدلهم حتى شيء. وهيك حاجة ديما نقولها لكم الولاد، علاش ديما راني نحترم الديو هذا وديما نقول راهو الديو هذا من أقوى الديوات في تاريخ تونس وأنا ليني في الراب من الاخر الوليد وفي العالم العربي يمكن الكل صاحبي من الاخر. انا نشوفه مكيكة خطر بالرسمي عبيد كيفاش بديت وين وصلت فهمتني ولا وكيفاش مازالت مع بعضها وجوها باهي جوها حفلات حاجة محلية على الاخر الوليد وحاجة تخليك تمن اللي راه فما صحبة فما عشرة من غير ما تخسر العبيد اللي كل هذا غدر تبعاتها وكلها غدر تبعاتها وقعد مريق لتال عبيد تقعد مريق لها معاك تو سامبلو مو. كل عادة الوليد فوضى كل عادة صاحبي لغة ايه اللي يعطي البارت بتاعه والكاسترو يعطي البارت بتاعه يهبلوك موسيقى يهبلوك راب يهبلوك بارات صاحبي ملا لغة وملا فوضى وملا اختيار عندكم الولاد وعمري ما ندمت اللي تبعت كلامكم. اذا ما منعش هكا نكونوا كملنا رياكسيون. لوش علاش الكاسترو اي ال اي تيتر عنده 7 سنين اخترتوه انتم الولاد؟ ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا. نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن. ما تنسوا شاراكم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم السبسكرايب بتاعكم خاصه. مرحبا بكم على انستغرام بيجي مطا رياكشن 22 من سكيول من هنا والغادي وفي كل بلاصه الولاد. ما تنسوش البارتاج والماكس سيبور الولاد، مازالوا فما برشا جايين برشا فوضى برشا سيريات جدد وبرشا فازات جدد بقدرة ربي. مادامكم انتوما موجودين ومادامكم قاعدين تكثروا قد ما انا نكثر الخدمة وقد ما نكون فهمتني ولا اكتيف اكثر واكثر باش نخلي العباد تتفرج على قاعدة صحيحة. نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن. Peace and love.